الحقيقة أنا مختلف مع حضرتك لما بقول إن 91% ممن يتم لهم إجراء البتر للعضو التناسلي، هي اسمها كده بتر عضو تناسلي، مقتنعون بأن ذلك لأسباب دينية. الإحصاء اللي حصل في مصر هنا عن أسباب البتر التناسلي يقول إن 74% بيعملوا كده لأن الأزواج يفضلون المرأة المختتنة، و54% لأن دي عادات وتقاليد، و30% شايفين إن ده نوع من أنواع النظافة، 25% بس هم اللي شايفين إن ده من الديانة. فالحقيقة